المفروض ان اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامه ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه يشتري دماغه، ان شاء الله ما حد حوش بقى. مظبوط، يعني هصرف فلوس عشان استريح، مش كده؟ اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماما. ازاي؟ انت لو استجمعت شجاعتك وقررت توقف تاكسي، كويس؟ قررت ليه بقى ان شاء الله؟ مين حضرتك؟ ها؟ مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي بالسهوله دي؟ لا طبعا، انت قررت مع نفسك. ده قرار، ما ده في ناس بتتدخل في الامور دي، في حاجات اكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي. كل شيء باوان والصبر طيب، اتقل كده. اقف بقى ساعة الا ربع على صلاح سلم واستنى تاكسي يعدي او يهدي لما يعدي، مش بمزاجك خالص. عدى التاكسي، ناخد نفس عميق، خطوة لقدام، ها؟ نقف وضع كده استعداد، وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظة ما صوتك في ودن يعني في الوقت ده معدي التاكسي كده وودن السواق قدام بقك، هتقوم رامي الكلمة على طول، ثانية قبل ثانية بعد، خلاص لبست كده مفيش. لو اسم المكان اللي هتروحه طويل تختصره، لازم اختصار ذكي بحيث تدوس على الحروف المهمة اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانية. ازاي؟ يعني مثلا لو رايح مصر الجديدة، لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسى، مفيش تاكسي، انسى، هتقف في الشارع طول عمرك. مصر الجديدة، لا خلاص هو دلوقتي في الدقي، انسى. هنعمل ايه؟ هنقول الجديدة بس هنحط قبلها الصاد بتاعت مصر دي، يعني صاد جديدة، خدت بالك؟ تقوم ساحب الصاد وفهم الراجل تمام، اوكي. دي نقطة مهمة جدا، بس دي عايزة تدريب لغوي يعني، مهارات بدنية. لا بص اديك مثال تاني، انت من 7-8 امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر، اللي هي الحاجات، في حاجات طويلة وفي حاجات عادية. عندك مثلا ايه مثال تاني؟ لو رايح ارض اللواء برضه هتقول ارض لا مفيش، ده زمان هو دفعته بقت لواء. اختصر، فبتاخد الضاد بس بتاعت اللواء بتاعت الارض، ها؟ ضلوة، ها؟ خدت بالك؟ نجرب كده مع بعض، اسحب كده الضاد وضلوة، ايوه بالظبط. تاكسي وقف، تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص لبعيد. هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده، يعني مصر الجديدة وهسلم وردية، اعدي على الواد حوكة على القهوة وحون شيء حلو، يقوم واقف لك. بيكون واقف فين؟ واقف بعيد بقى، فانت تبص لبعيد. طبعا يجري بقى بسرعة قبل ما غير رأيه واركب. ركبت، الحمد لله على السلامة. بص بقى يا معلم، البروجرام جوه التاكسي كالآتي. معانا اولا توك شو، كلام عن احوال البلد، تحليل الموقف السياسي الراهن، ومحاولة استدراجك لمناظرة سياسية عباسية ساخنة. اي حاجة، عايز اعرف انت ايه، عايز اصنفك باي شكل. فتلاقيه عمال يجرب كده يروح ويجي، فاهم؟ اللي هو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم يعني اللي بيحصل ده، فيشوفك انت مش نافع، يوم قايل لك يعني الناس دي عايزة ايه، مالهم، ما احنا زي الفل، برضو مش جاي معاه. انا اقول لك بقى نصيحتي في الحتة دي، اي حاجة يقولها لك سواق التاكسي في المنطقة دي يمين شمال، هتقول جملة واحدة بس، ربنا يصلح الحال. بس هم من 3 كلمات، ما تكترش، ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال. قال لك يرضيك كده يا باشمهندس اللي احنا، ربنا يصلح الحال كده، بيتزنق وبيغير الموضوع. كانوا بيستدرجون الحقيقة، بيسحبوك طبعا. ما عايز يكشفك، عايز يفهم. ربنا يصلح الحال دي مظبوطه، ما يتخلص على طول. انت طول الطريق يقول لك اي حاجه، ربنا ان شاء الله، رب يقول لك تشرب حاجه ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. في معانا في البروجرام كمان حاله فقدان الهويه، ده منتشر جدا ومعروف، بيتعرف من اول لحظه. تلاقي كلام السواق ابتدى بايه؟ على فكره انا اصلا مش سواق تاكسي. يبدا الهري بقى بعدها، ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع، كان شغال في ناسا، او هو دلوقتي نازل في مهمه سريه، اي حاجه، المهم ان هو مش سواق تاكسي. النوع ده بيبقى محتاج احتواء، يعني اديله ثقه في نفسه، حسسه انك سعيد معاه زي ما هو، بغض النظر عن اي تفاصيل، وان ماضيه ما يفرقش معاك في حاجه، ولا جذوره التاريخيه هتاثر على رحلتكم وعلى علاقتكم. احتويه، فاهم؟ طبطب عليه كده، انا بحبك زي ما انت، انت ليه عايز تفهمني حاجه ثانيه؟ انت جميل. وطبعا اوعى تقترح طريق على السواق، اوعى، هيقعد يسالك وبتاع ومش عارف ايه، ترد السؤال بسؤال، خليه هو اللي يختار، لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض، هينقرزك بالكلام طول الطريق. زي ما كنا خدنا الكوبري يا باشمهندس، يلا كان لازم تمشينا من الطريق اللي فيه مطبات هوائيه ده والشقلبه اللي احنا فيها، هتحزن على ايه؟ سيبه هو يعمل البتاع واقعد انت نقرزه لو حبيت، لو انت فاضي يعني. طبعا انت هتفكر تركب اي مواصله ثانيه غير التاكسي، غلطان، لان مشاكل التاكسي على قد حجمه. بص في المواصلات عندنا في قاعده، كل ما المواصله كبرت مشاكلها كبرت معاها. يعني مثلا الميكروباص، انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معاك كارت من شخصيه مرموقه مثلا، لو قعدت في اي مكان مش هتتبسط. ونصيحه مني، لو عايز ما تتعبش في الميكروباص، اقعد على الكنبه المقدسه. الكنبة المقدسة دي اللي هي الكنبة الأخيرة، وانت قاعد على الكنبة دي انت ملك، ما بتلمش أجرة، ما بتنزلش عشان تنزل حد، وأيا كان اللي هتقوله الناس هتاخد بيه. ليه؟ لأن هما مش شايفينك، صوتك جاي من آخر الدنيا كده، عارف؟ اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صح غالبا. انما بقى لو لا قدر الله كانت الكنبه الاخيره مليانه، يبقى انت كده في خطر، خاصه لو قدام او على الكرسي القلاب. حتى شوف اسمه قلاب، يعني ملوش امان، في ثانيه يغدر بيك. المترو مثلا، لانه اكبر مواصله موجوده دلوقتي، يعتبر ده مرحله الوحش، مليان اكشن بقى من اول السلم، شراء التذاكر. انت لو بتاخد التذكره ببلاش مش هتلاقي الناس بتموت نفسها على الشباك بالشكل ده. السسبنس اللي عند المكنه اللي بندخل فيها التذكره عشان نعدي، دايما بيبقى فيه 6 ماكينات
واحده بس اللي شغاله تقريبا، بيعملوا مسابقات اللي يروح على المكنه السليمه من اول مره يكسب عجله. فالهروب من التاكسي مش حل. طبعا التاكسي دلوقتي ظهر له عدو، اوبر. كل ما بتيجي سيره الاوبر تلاقي سواق التاكسي ابتدى يقول كلام مش مفهوم، صلى على شاشه على شاشه، حاجات مش مفهومه بس بيضايقهم، عدو كده. انا بحس ان الفرق بين اوبر والتاكسي العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز. اوبر بقى بيبقى عامل ايه؟ زي الواد الشيك مرحله الخطوبه، لبس جديد مكوي، ستايل اخر موديل، سنجت 10، بارفان فواح، صبت زي اوبر، عربيه فوله اخر موديل فيها فواحه بينك. ما يسألش رايحة فين، أنا معاك يا روحي، أنت تأمريني، تكلميه أي وقت يجي لغاية عندك كده. التاكسي العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز، خلاص سقف الثقة بين الطرفين ارتفع، ضمن الست، عارف كويس إنها ما تستغناش عنه، أو لا، ومتأكد من جوا إنها بتحبه ومحتاجة له لأسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريحة ليه بقى لابس لبس مكرمش، موديلات عجيبة، شبشب بصباع، ولا فواح قصدي يعني، ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفارغ ده كله، خلاص خلاص العلاقة بقت متينة وعميقة مش محتاجة الشكليات دي. لكن في سواقين تاكسي زي العسل. عموما انا دايما بنزل من التاكسي والسواق صاحبي بجد والله، انا في بيتي عامل زي التاكسي الابيض من الاخر، يعني مش اوبر خالص. مراته هي نازله من البيت تطلب فلوس، بقول لها والله ابلة يعني البنزين غلي والعداد بايظ زي ما حضرتك شايفه كده، انا اصلا ده مش بيتي يعني، انا شغال عليه بعد الظهر، اهم حاجه بس وانت نازله بالله يعني بالراحه على الباب كده وانت بتقفليه، وربنا ييسر لي الطريق يا مدام. شفت نفع التاكسي اهو، ولا انت ايه رايك؟ والله ربنا يصلح الحال ده، فهم.